لأجل الشهرة المنقبة معادها بمنقبة، والمستترات تعرت ولتدخل في يوميا تشوف بترند، تشوف تشوف يا أخي أسامي نسابي، أسامي عوائل وأسامي قبائل معروفة يا رجل، وبعضهم يصورون مع أزواجهم ولا، وصارت المرأة هي كاشفة ومطلعة وجهها وتفاصيل جسمها وكل شيء، وزوجها وياها وتخطي صورة رجلها، الرجال صار النخات، الرجال اللي صار يتخطى والمرأة صارت تكشف، الرجل أصبح عورة والمرأة صارت عادي تطلع مفاتنها. لوين بنوصل احنا لو اذا الان انت تشوف في السوشيال ميديا تشوف يا اخي تعرض غير طبيعي، تعرض غير طبيعي، ما كنت تتوقع في يوم من الايام. شنو بيصير للاجيال القادمه؟ شنو بيصير لعيالنا؟ وش بيسوون؟ وين بيوصلون؟ لوين بيوصلون؟ كارثه كارثه والله كارثه. والرجال يصور معاها بس عشان الشهره وتجيب فلوس، صاروا رجال عادي نسائهم يطلعون ويتعرون، وكل واحده قبل ما تمسي تختم صوره تدخل بتشوف، حتى لو ما تشوف يطلع لك، لا احد يسوي روحه لا لازم نتكلم في المواضيع هذه ولازم نقولها، لا تطلع لك، تطلع لك تحت في الترند، كل يدخل عليها فتطلع في الترند حق الكل. لما تجي تمسي بتشوف بالليل يا رجل الترند كله نساء مقفيات، كلهم رايحين، كلهم عمدا عمدا يعرضون مفاتنهم، يعرضون هذا بس عشان الاضافات والشهره. يا رجل كوارث قسما بالله. شيء الاخلاق، رسول عليه افضل الصلاه والسلام قال الحياء شعبه من الايمان، بما معناه الحياة شعبة، الحياة انقتل انقتل عشان الإضافات. الرياجيل أصبحوا يسمحون، مو برياجيل والله، والله مو برياجيل، أصبحوا يسمحون لنسائهم بالتصوير بهذه الطريقة، وكل واحدة تروح وتجي وتسافر وتروح كل مكان عشان الشهرة، عشان تشتغل، عشان تطلع فلوس. الله لا يبارك بذل الفلوس اللي جات، من وين جات الفلوس؟ الناس ضافوها عشان شنو بالضبط؟ عشان إيش؟ شنو قاعدة تظهر للناس هي؟ عشان الناس قاعدين يضيفونها. يعني المحترمين ما زال موجودين، ولكن انا اتكلم عن السواد الاعظم اللي قاعد يحصل. انا ما عمم ابد ابد ولا احب لغه التعميم، ولكن لو خليت خربت فيه المحترم وفيه غير، ولكن اتكلم على اللي يطلعون باظهار مفاتنهم وهذا الامر، والرجال راضين يا رجل اصبحوا يقطون يتفسخون عشان المشاهدات. الهوس اللي اصبح الكبير، واصبح الرجال عادي يطلعون، والكابلز اللي طالعين فيه مصيبه كارثه. الرجل ما يخار، الرجل ما يقهر، لعن ابوك شلون ما تقهر، لعن ابوك شلون ترضى يشوفون شوفتك شلون يشوفون. والحياة مثل ما قلت لكم الرسول عليه الصلاة والسلام قال شعبة من الإيمان. فاطمة بنت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي الرسول أخير مني ومنك، فاطمة رضي الله عنها يوم جاها مرض الموت، فجاتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فجاتها جلست عنها وكانت هي في مرض الموت، يعني عارف انها راح تموت. قالت لي اسماء بنت عمي شوف الهم اللي فيها، بتموت بتموت، ولكن شوف الحياة والستر والعفه. قالت فاطمه رضي الله عنها بنت الرسول عليه الصلاه والسلام لاسماء والله اني استحي، هي الان مرض الموت، والله اني استحي لان اخرج غدا، يعني اذا مت لان اخرج غدا على الرجال فيرون جسمي من خلال هذا النعش، النعش اللي بيشلونها عليه. قبل شنو كان النعش؟ كان ها صفيحه ما له جوانب، ما له جوانب نفس الآن، فكانوا يضعون المرأة ويغطونها فيبين تفاصيل جسمها، امتينة مهمتينة، بتموت بتموت، تستحي وهي ميتة لا يرون تفاصيل جسمها وهي مغطية بكم ثوب. تخيل شوف الحياة شلون والعفة، تفكر إذا ماتت وهي في المرض شلون راح تطلع. فقالت لها أسماء بنت عميس ألا لا أخبرك عن شيء رأيته في الحبشة؟ قالت شنو؟ قالت في الحبشة يجيبون النعش ولكن له جوانب، له جوانب فتكون مرتفعة ويحطون الميت فيه فيغطونه فما يبين التفاصيل. فقامت فيوم شافت فاطمة رضي الله عنها شلون النعش صار بالطريقة هذه ولكن له جوانب مرتفعة، وله جوانب مرتفعة فيضعون الميت ويحطون الغطاء من فوقه فما يبين تفاصيله، ما تدري يضع يفهمتين شلون تفاصيل جسمه. قالت سترك الله كما ستر، قالت للأسماء سترك الله كما سترتيني، اتحاتي عند موتها لا يبان تفاصيل جسمه. تخيل تخيل شوف العفة والطهارة والحياة، والآن يختمون في الليل ورياجيل عندهم نسوانهم في الأمر هذا وراضين. لا والله يخسموا برجل، والله العظيم من يرضى بأن زوجته ولا أخته ولا ظهر مفاتنها من أجل شهرة وسناب شات وفلوس، والله ما حول اسم برجل أبدا ولا من صفة. في رجال ما يغار لعنبو داره، في رجال ما يغار، إني خالد صدق. الستر والعفة والطهارة نعمة من الله سبحانه وتعالى، لو انها بفلوس بفلوس تشتريها، لو انها بفلوس تشتري الستر. امهاتنا يكرمون، امهاتنا يكرمون والله.
من الاشكال هذه، امي الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنه، والله تكرم تكرم ولا شبه عندهم، ولكن امي الله يرحمها لا دخلت عليها، كنت دخلت عليها قلت سلام عليكم، كانت تستتر تغطي تغطي تنزل بالقاع الله يرحمها، ولدها ولدها ولدها، لكن استتر متعوده على الستر، جعلها الجنه متعوده على الستر. الان كل ليله تلقاهم يكشفون عوراه متشنو بس عشان المشاهدات، ومتزوجين وازواجهم يرضون في الامر هذا الكارثي، عشان هل هو رجل؟ والله يخسى والله يخسى مو برجل. هي ما هي اختلاف، بتقول لي اختلاف ثقافات ولا تحضر ولا لا، لا التحضر ما هو انهم يظهرون اجسامهم او لبسهم شبه عاريات ولا يظهرون مفاتنهم، هذا ما هو تحضر، لا هذه دياثه، هذه دياثه، اترك مني التحضر اترك مني الامور هذه، هذه دياثه، في شيء اسمه صح في شيء اسمه غلط، في شيء نفس الدين الاسلامي في شيء مخالف للدين الاسلامي ولا نقبل الامر هذا. فنروح اعلانات، نروح اعلانات فيكون فيه مشاهير وفيه مشهورات، فيصادف يجون ناس لا هم معنا ولا هم مع ذولا، لا هم مع المشاهير ولا هم مع من هو هذا، يقول لك والله زوج المشهور فلان، طالع المشهور اللي تظهر مفاتنها وانشهرت بسبب مفاتنها والامور اللي يحصله، انت زوج فلان اي والله الكوبه والله والعنه، والله انت تتبع مرتك انشهرت عشان الله لا